واقدر الغد امشي اهرب اركض اصعد انزل اصرخ انبح اعوي واقفر اسقط اعلو واهبط اطمى ويطمى علي. لحزن الإخوة جبران على رحيل شاعر فلسطين الكبير طقوس قد لا يدركها الجميع، وعلى ذات المسرح الذي شهد آخر أمسياته الشعرية اختلطت كلماته الأخيرة بغضب أوتار العود الذي لطالما رافق الراحل محمود درويش خلال الأعوام 13 الأخيرة في رحلته مع الشعر والكلمة. كانت مصادفة أن أكون ذكرا، مصادفة أن أرى قمراً شاحباً مثل ليمونة يتحرك. محمود لم يمت، باقي في موسيقانا، باقي في روحنا، باقي في نفسنا. محمود يمكن غاب عنا جسد، ويمكن أكثر شيء مؤلم لإلي إنه إلي 13 عام نستنى كل قصيدة جديدة، قد يكون في انقطاع عن القصائد الجديدة، بس ترك لنا ما يكفي لنلحقه يوماً ما. ما بعرف أعبر عن شعوري، عادة أنا بعبر عن شعوري من خلال الموسيقى، كان بالحري أعبر عن شعوري لشاعر كبير وهو صاحب الكلمة. يعني أنا بقول إنه محمود لم يمت وموجود بيننا، وأقول إنه ليس وداعا يا محمود، إلى اللقاء يا محمود. خليط من المشاعر المتناقضة تملك الآلاف من محبي درويش ومفتقديه خلال تأبينه الأول، ليرافق تناغما غير مسبوق بين الشعر واللحن والأغنية. عاش بها الحضور سيرة فقيدهم ومشواره مع فنجان قهوته الذي لم يفارق شفتيه، وما تبقى من صفحات كتاب لم يتسنى لدرويش إتمام قراءته. وهي معجزة محمود وقدرة محمود إنه استطاع أن يدخل قلوب الناس جميعا، من شباب ومن شيوخ ومن صبيان، رغم مرات صعوبة شعره، ولكن عنده مواصفات قد لا تجدها عند أي شاعر معين. وعلى وقع اشتباكه الشعري الأخير مع الموت في قصيدته لاعب النرد، توحد الحضور على الحزن الغاضب في رحلة وداع وتأبين. في حضرة غيابه القصري عن مقعده والمسرح الذي اعتاد، بعث محمود درويش من جديد عبر كلمات وألحان وصور تشبث بها محبوه ومفتقدوه، ليعلنوا من هنا: محمود درويش ليس ذلك الجسد المسجى، وإنما الفكرة الباقية. من قصر الثقافة الفلسطيني في مدينة رام الله، هدي الوهدان، بي بي سي.